اللي مات اللي هو رايات الله يرحمه، وين اكس هاد البلان اللي دوينا عليه خليه اكس ونجي دابا باش كاملين يا حرومي. واش الجراد واش الجمهور راجع، مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد. كيف ما شفتوا قبل ما نبداو بداكين رحموا كاملين على داك الدري اللي مات اللي هو رايات الله يرحمه. المهم هو انه كانت حاجه زوينه ايجابيه، العالم كامل تفاعل، قضايا كان السبب بزاف ديال الحوايج اللي كانوا زوينين. المهم مكتبش لي عيش انه شحال هو عايش في ديك الهضره مقاوم اللي خرجوا مات، السبب ما عرفناش كيفاش مات، باقي ما عرفوش مات قبل ولا مات تخرجوه. المهم حاجه وحده الله يصبر والديه والله يرحمه، كجمهور راجا كاملين كنتمناو ليه الله سبحانه وتعالى يرحمه. هادشي اللي كاين، ودابا ندوزو الماتش ديال برشيد والراجا، ماتش اللي فيه تعادل. قبل ما نبداو انا ما فهمتش كيشوف عليه كيكعيو، سمع لي هاد اللعيبات هاد فهمتيني، تفرج معايا حتى الاخر غادي تسمع بزاف ديال الحوايج غنقولهم لك الراجا. واش الجراد على بركة الله، غنبداو التحليل هذا. هنا كيف ما كتشوفوا اور جو، هنا الاربيط، هنا كوياطي اللي ما فهمنا فيه والو، الخوج ما لاصق ليا ماكشي تسعود لاصق في الاور جو، خصك ديما تكون مقاد. واسي كوياطي راه ديما خصك تكون مقاد في لالين، تفيق معنا واحد شويه واكين. دابا ما عجبنا كابانكو وديك الساعه غتعرف القيمه ديالك واش مزيان ولا ما مزيانش، حيت لما كنتيش مزيان اخويا ما تلعبش معنا. هنا التدخل على زريده قال لك فيه اور جو، انا كيف ما كتشوفوا زريده هو كان لاعب باندا. الكره عند مشولي الوردي غيعطي باس للمذكور شو كونترول. دابا واش هذا لاريير دروا هذا، واش ما يسطيكش دابا هذا، شو دابا كونترول كيدير واسي مذكور، والله الا عيب عليك تلعب في الراجا صاحبي وما تديش كونترول صاحبي. كوياطي كيصفق عليا صاحبي، شو ما صاح هنا كره عند سي سبايدر مان الصغيور عطاهم، كان غيعطيهم بيت زقل علينا اللعاب ديال يوسف ياش برجيد. الا ما كانش غادي يعطلنا بيد الجوز الزارق كون ضربوا علينا الثاني كنا غادي نضيعوا ديال بصح. هنا كيف ما كتشوف اخويا اللعاب هذا راه ما كتزقلش، ما تزقلش اخويا هادي. المهم داز السالمه الكره عند عرجون عند مشولي غيعطي باس زوين. مشولي اليوم كان في الماتش، مشوات السي مذكور شنو كيدير صاحبي ليكم الكلمه، كيخرج في عينيه من الفوق صاحبي، كتخرج في عينيه كمذكور صاحبي، ما فهمتش صاحبي. طاك باس زوين مجهول هذا، خصك تدخل السونتراج هذاك كوياطي هذاك تسعود، شنو هي هذه خربيقة تفاحه ولا تسطينا صاحبي. وكي مزيان سنين البداوي غتكون التنافسيه باش لبقيتي دير في هذا اللعب هذا، هاد السي محمد باي باي غدوز في حالك وتخرج العينين غتحيدو منه. هنا كوره معد بن جديده هنا شوات بن جديده تا هو ما باغيش يطلق باس، باغي يقلب فرقه حكيم نتايا. تا انا قلت لكم بن جديده مذكور هذا، واي اللي بن جديده راه كيلعب نيشا، شو هاد مذكور هذا. يلا هنا كوره عند زريده غيشونجي الله، يعطيها الوردي غادي يشونجي العرجون غادي يحاول يعطيها المشولي باكيه. هنا الجول ديال يوسف ياش برشيد، هنا لقيت اخر عاوتاني عند زريده بغى يضرب ضربه داز شويه من هذا البوطو، ولكن ما فهمتش هذا اللعب هذا، فراب ما تزفتها اخويا زريده، اسمح لي على هذه الهضره هذه، ولكن راه الفقصه من الاخر. هنا ديكاج مع يوسف ياش برشيد اللي ما لعبتش كوره، بقات راجعه الماتش كامل. الكره معد مشولي غادي يعطيها لزريده، زريده غيحاولي زريده ولا لاعب باندا عباد الله. هنا كيدخلها الكاري ما كاينش تسعود مزيان، حتى كيف ما كتشوف فينا هو السي كوياطي على بالك كيدير الديداي. هنا لقيتها مع سبايدر مان ضربت في البارة كوفره ديال يوسف ياش برشيد، هي ضربت في البارة كيف ما كتشوفوا زقلونا، عرفوا كيفاش يصيروا الماتش. هنا كوره معد الوردي غيخرجها العرجون خصو يدير لها درايبه الحركاس هنايا، هو غيزيد بها في الميليو باس طويل المذكور. يلا السي مذكور نشوفوك، هاتي اخويا مذكور اصاحبي راه كيدير لك لقطه مزيانه والشي الاخر كامل عصاب. ترى لحظه مذكور يسطيك، هاتي اللي كيتفرج نحلل معاك ماتش عادي. هاي كوره هنا عوجاني هنا يدير البيت تقريبا، واقيلا هي اللي دار زوين السي مذكور الذي دار المشولي. شو مشولي دابا الكوره تزقل هادي، واش هادي تزقل الكوره هادي، هاي دخل الاخر الدقيقه 96 عباد الله و50 سكوند وتزقل في على الكوره، دير ما يسطيكش عباد الله. هذا اللي زقل الكوره راه يهربوا لك. هنايا هادشي اللي كاين، هنايا لقيت عاوجاني خرا غنساليو بها التحليل ديالنا جاج عند مذكور هادي مذكور تقول سونتراج يديرو لك صافي، حيد حبس عليا هادشي عند هنايا حيد عليا بلان فيكي. هو أول حاجة أنا ما ندويش على الراجل تعادلش، دابا غادي ندويو على علاش هادوك اللعابة اللي جبنا علاش ميكونوش مؤهلين باش يلعبو، شنو السبب؟ مفهمتش شنو هو السبب
السقجع السي الجامعه ولا حيت البويدي معاك معاك في عضو في الجامعه. شنو هو زعما لاعبين ضد ضد يوسف ايش برشيد لعابه ما يكونوش مؤهلين ما يلعبوش ضده، وتقول لعاب لاعبين داخلين بتشكيله الرجاوي خلي الماتش اباك ندوي على هاد البلان. علاش لعاش بنات زبنات تسعه اللعابه علاش ما يكونوش لاعبين؟ علاش فينا هو مرابط؟ فينا هو هيثم بهجة؟ فينا هو بادي بانكا؟ فينا هو كابانكو؟ فينا هو المختاري؟ فينا هو البداوي؟ فينا هو مجقوة الكايا ومروان فخر؟ فينا هو بوطويل؟ فينا هو هاد اللعابات؟ ما فهمتش انا اللي جبناهم حنا اللي ملعبوش معنا دا، حنا جبناهم على قبل ماتشات اللي كاينين عندنا دابا اللي جايين. ولا حكا علاش حيت البويدي معاك عضو في الجامعة كداو كتير شفت خلويضة كان لعاب البطولة اللي داروا لشي دابات كاع لاعبين الا حنايا الراجل لا بدون سبب غدا على غاش عطاونا الموافقة. ما فهمتش انا هاد البلان هذا علاش عطينا شي سبب خرج بشي بالا قولنا علاش علاش اللعابه ما يلعبوش ديك الساعه الاداره ديالنا غتحرك غادي تقول لك كتفهم في القانون غتقول لك السي محمد تما شي القانون هذا علاش ما يلعبوش؟ ما فهمتش ما كاينش شي قانون ان اللعابه ما يكونوش مؤهل واش شنو اللي غتدفع لهم لا ليسونس ولا اللي غادي ما فهمتش هاد اللعيبه واش كتصابنا في الهواش ولا شنو؟ ما فهمتش التويشي هادي. المهم اكس هاد البلان اللي دوينا عليه خليو اكس فهمتي علامة استفهام كجمهور الرجاء حيت هاد الناس هادو داكشي اللي بغاو وصلوا ليه. دخلنا في دوزيام تشكيلة ما عيب صح بدا بلا بهم اعطاكو واحد اللي هو كوياطي فينا هما البانداج وفينا هما شنو هو صاحبي تخربيق صاحبي فينا هو داخلين بزريدة باندا زريدة لاعب ايلي لاعبين بكوياطي كوياطي صاحبي راه عيب كوياطي لاعب بس ينقز عليه فهل فهل ناقة ما كاينش بوكا كوره تاع خواتي انا ما كنفهمش في الكره باش نقول لك انا ندير معاك دراسات تحركات ديرهم كاملين ما علينا. جا بيج اون دي بار جا تخربيق عبيد زوين قال لي يوسف ياش برشيد الرق هزا لصقات هادي حنا كنقلبوا ما عندناش لي زاتاكو اللي غادي ماركيو لينا. كاين سعود واحد زريده ميليو لاعب باندا لاعب بن جديده راه ماركي لينا بن جديده باقي على بادي ميليو تيران كاين الوردي والعرجون ميش ولي صانع العاب عطانا شي كواري اللور كيف ما شفتو راه حركاسو لهادو اللي تبارك الله مذكور مره مزيان مره مذكور مره يعطيك مره ما يعطيكش مره هادي مره هادي مره يزبله مره الرق ما تفهم فيه والو مذكور خصو التنافسي خصو بزاف ديال الحوايج مذكور واسي مذكور ما فهمتش فيك والو مره كتكون مزيان مره ما كتكونش مزيان. اما واحد جبيرة راه حلايقي هذاك راه ما يمكنش جبيرة خصو يمشي بحالو جبيرة صافي جبيرة ما يمكنش جبيرة بلاصتو ما بقاتش في الراجا فهمتيني ولا لا كندوي على جبيرة بلاصتك ما بقاتش في الراجا. اما سبايدر مان اللي حابس راه كيف ما شفت مارك على بيج عادي ما لقي سبايدر مان صغير هو راه طالع في الجيل خصو تبريطا خصو بزاف ديال الهوايج كاينين قوال جبناهم مزيان كايا ومروان فخر بما رجع الزنيجي مدرب ما يمكنش المدرب باقي هاد العام ما حكمناش عليه ودريب باقي ما حكمناش عليه حيت دابا التشكيل اللي ما كايناش التشكيل اللي دخلت اليوم ما كايناش واش فهمتيني ولا لا؟ ما يمكنش تحكموا لي اليوم اللي عطى الله عطاه ما كاينش لي شونجمون ما لقى ما يدخل ما لقى ما يخرج ما عندوش عطاك اللي مريح ما كاينينش اصاح تمشي تسعد انت دابا باش يقول لك لا ما تلعبوش باقي مؤهلين والو راه الحماق هذا ما يمكنش اصاحبي والو ولا واحد اصاحبي ولا واحد اصاحبي شنو هو ما فهمتش ولا واحد اصاحبي كاين سينينا لي الي وقت باتي بانكا وكا بانكو جبناهم شحال هادي علاش ميلعبو ولا ما فهمتش هاد اللعيبة ديال الراجل بعدا يديرو نتي دابا باش كاملين حرومي هدا هو هدا هو البلان اخوت هادشي لي كاين واش داويين بزاف تا هي راه جوية قلي بيدوز لا انستغرام ما هي دوي معايا لعيباش هادي راه صافي راه طيشكم راه السؤال عندكم علاش اللعابة ما مأهلينش اليوم كدويش على التعادل علاش اللعابه ما مأهلينش اليوم باش يلعبوا بوان فينال هاد الحرب ماش من جاج هادشي اللي كيديروا فيه مع الراجا ما يمكنش تلاقاو في ماتش جديد ديال الشامبيونز ليغ ان شاء الله يكون خير تحيه راجاوي ودوزوا للانستغرام ناضروا لعيبات شوف ستوريات جبت الماتش طط طط راق